السلام عليكم لي زامي حبيبي حبيباتي عزيزي وعزيزاتي ومرحبا بكم معايا في حلقه جديده من تعلم البيانو بالدارجه. الوغ الجزء الاول والثاني والثالث الرابع الخامس السادس السابع كلهم عندهم علاقه مع لي غام، راه درتهم دابا في واحد لا ليست وهما غادي يكونوا هما الفصل الاول. دابا غادي نبداكم معاكم الفصل الثاني. اليوم غادي تعرفوا على لاكور دو ماجور دو مينور اي دو ساتيام اي دو ماجور سات ساتيام ماجور سات ساتيام ماجور سات وي بيان سور يلاه تعرفوا معايا عليهم دابا تسويت. كاينين جوج حوايج في الموسيقى، كاين اون ميلودي وكاين ان اكور. مثلا اون ميلودي في الدو ماجور، هادي سيت اون ميلودي. ان اكور سامبل هما ثلاثه ديال ليمونت كيلعبوا في ضربه واحده. دابا لعب لكم اون ميلودي في دو ماجور ولاكور ديالها حتى هو في دو ماجور. هنا كنتسمعوا كنلعبوا في الدو ماجور، والدو كتسمى في اللغه الموسيقيه هي فوندامونتال. فوندامونتال بالمعنى ديالها هي الرئيسيه. الى لعبنا ان اكور فغي كتسمى ري، هي الرئيسيه. واخا نبداو الوغ بلاكور دو ماجور، ولا باس غادي تلعب كذلك لا نوت فوندامونتال. فوندامونتال هي لا نوت الرئيسيه. لاكور دو دو مينور دو دييز دييز مينور ري ري مينور ري دييز مينور مي مي مينور فا فا مينور فا دييز مينور سول سول مينور سول دييز sol dièse mineur la la mineur la dièse mineur si si mineur et do.
ان اكور سامبل هو عبارة على ثلاثة ديال لي نوت. مثلا لعبنا دو ماجور. دو ماجور كيكون فيه دو هي اللي كتسمى فوندامونتال الرئيسية، لا تيغس تاع مي، اي لا كانت سول. هذا اكور ماجور سامبل. ولكن الى بغينا نزيدو نعمرو هذا الاكور ونعطيو واحد كولا غيش، كنقدروا نزيدوا ليه لا كاتريام نوت. نقدروا مثلا نزيدوا ساتيام. وهاد ساتيام كنحسبوها بتروا نوت ابتداء من لا كانت، يعني من الصول. واحد جوج ثلاثة كتولي ساتيام. غادير واحد اكزامبل لعبو دو ساتيام والفا ساتيام. واحد جوج ثلاثة ونرجعو دو ساتيام ونمشيو الفا ساتيام. غادير التيمبو 66 وغادي نلعبوها. نقدروا نلعبوها بالريتم كيما بغينا. اكزامبل يمكن لينا نستعملوا ساتيام حتى في مينور. دو مينور ساتيام واحد جوج ثلاثة. اكزامبل بالمترونوم. دابا غادي نجربوها في الري. لا سات ديال غي هي دو. واحد جوج ثلاثة. المي واحد جوج ثلاثة. فا واحد جوج ثلاثة. سول لا اي سي. اوكي دابا غادي نلعبو لي ميم زاكور دو سات والفا، ولكن بزاف ديال لي بوزيسيون. Par exemple, fa, l'abna hana, ghad haydou ddo men hnaya, w ghad yelabouha hana. Ghatouli. Tempo. دابا غنديرو لا ميم شوز في دو مينور. دو مينور سات اي فا. غنحيدو الدو غنلعبو هنايا وغندير ليكم ب
بزاف انواع ديال لي بوزيسيون. ساتيام يمكن لينا نستعملوهم في الدوسات دوميلورسات غاسات غاميلورسات ميسات ميميلورسات فاسات فاميلورسات سولسات sol mineur 7 la 7 la mineur 7 si 7 si mineur 7 كاين اكور 7ام وكاين اكور ماجور 7 ما عندهم حتى شي علاقه بيناتهم. مثلا دو 7 اللي قلنا هي سي بيمول كتحسب ليها 3 نوت بعد لا كارت 1 2 3. اما ماجور 7 مثلا دو ماجور 7 كنحسبوا 4 ديال النوت ابتداء من لا كانت اللي هي الصول 1 2 3 4. هاد الماجور 7 كتعطي واحد لا كولور زوينه وبنينه. مثلا كيكون اكثريه في الجاز وفي في ريتم بوسا نوفا مثلا. دابا غادي نلعبوا ري ماجور 7 واحد جوج ثلاثة أربعة. وكاين كذلك حتى في مينور ماجور 7 واحد جوج ثلاثة أربعة. هي ملي كنقولوا ماجور 7 ماشي هي كتعني هي لاكور ماجور هي اللي كتكون ماجور 7. سيداتي وسادتي كنتمنىكم تكونوا استفدتوا معايا في هذه الحلقة مع لي ماجور 7 ولي 7ام. وان شاء الله في الحلقة الجاية غادي نكملوا. ما كاينش الفران غير هو كنطلب منكم خدموا بزاف 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 ومرة مرة رجعوا لي قام ديما خصكم ترجعوا ليهم باش يديكم يتلقوا بزاف. وانا ما حتي نتوما كتلقوا بزاف وانا ما حتي كنزيد نعطيكم اكثر باش ان شاء الله نهار تحيد كورونا نهار غادي توليو لي بيانيست بروفيسيونيل. دابا كنودعكم اصدقائي احبائي وان شاء الله الى الحلقه الجايه ان شاء الله.